حقيقة أعتبره يوم تاريخي، لأنها أول مرافعة لي اليوم رفقة زميلي وأستاذي الأستاذ حجي، ونحن معا من هيئة تطوان العتيدة والمجيدة، مرافعة في مهدي الدولة العلوية الشريفة. من هنا انطلقت المملكة العلوية الشريفة، واليوم نحن جد سعداء. علاش سعداء؟ لأن تلاقى الفكر القضائي مع فكر الدفاع في بوصلة واحدة نحو شعار، وصدر واحد الحكم قضائي بمعية الدفاع، عنوانه سيادة القانون، دفاع عن استقلالية القضاء، حماية حقوق المتقاضين. القرار اليوم كما قال زميلي الأستاذي قرار تاريخي وغير مسبوق، يسمى في الفقه القانوني لي زاغي دو برينسيب، القرارات المبدئية، أي المؤسسة لاجتهاد قانوني. ورا باش نكون في علمكم، مجموعة من المحاكم فيها الكاميرات، لم يسبق لا للمحكمة أن أثارت ذلك على طول مساحة المغرب، ولم يسبق للدفاع أن أثار هذا الدفع. الحمد لله، حق لقضاة محكمة الاستئناف بالرشيدية، وحق لهيئة الدفاع أن تفتخر بهذا الإنجاز التاريخي الغير مسبوق في قضية مولاي المهدي العلوي، التي تستحق أن تسمى باسمه قضية مولاي المهدي العلوي. وهذه القضية اليوم ستدرس في الجامعات. أنا اتصلت واحد الزميل قاضي وخبرته، وقال لي بالحرف سأشارك اليوم في ندوة دولية حول رقمنة العدالة، وهذا أول قرار سأستشهد به. الحمد لله، القضاء ديالنا بخير والدفاع ديالنا بخير، ولا ينقصنا إلا الشجاعة الأدبية، كل من موقعه، من موقع القاضي ومن موقع المحامي. الحمد لله جميعا أحسنا بالافتخار، لأن العدالة والدفاع أدوا الدور ديالهم على ما يجب، وانتصر القضاء والدفاع لسيادة القانون والاستقلالية السلطة القضائية. وكان الخطاب ديالنا في المحكمة واضح، دفاعا عن سيادة القانون وعدم خرق المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية. وقلنا للقضاة، خاطبنا القضاة، أنه من واجبكم الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية التي أنتم لها مؤتمنون. فصل 109 الدستور شكي يقول؟ يعتبر عدم حماية القاضي لاستقلاله خطأ مئنيا تأديبيا، كما يمكن أن ترتب عليه عقوبات تأديبية. الحمد لله، والقرار حقق واحد الانتشار كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، في الصحف، في المجلات، وأكيد غتكون عليه دراسات. وكما قال أستاذ حجي في لغة بليغة، المحكمة اليوم فصلت بين الجانب الإدارة القضائية اللي كتكلف به وزارة العدل، وجانب القضاء اللي كتكلف به المحكمة. والمحكمة قالت بلغة واضحة، لا مجال لأي شخص أن يتدخل في عملنا القضائي وفي تسييرنا للجلسات، لأن نحن المؤتمنون على سيادة القانون، ونحن المؤمنون باستقلال القضاء، وأن لا سلطة تعلو سلطة القانون، وأن لا سلطة تعلو سلطة القضاء. اليوم خصنا نفتخروا، هذا انتصار، وإن شاء الله. تحية للرئيس الأول. والصراحة يمكن نوجه تحية كبيرة للمحكمة الاستئناف، السيد رئيس أول، السيد وكيل العام، القضاة ديالها، لأنه ما كانش ممكن يصدر هذا القرار. أقوى أنا قاضي سابق أعرف، والله ما كان يصدر هذا القرار لولا البيئة المواتية ديال استقلال القضاء في هذه المحكمة. ونتمنوا مجموعة من الزملاء، لا من الدار البيضاء، لا من تطوان، لا مجموعة من المدن، تصلوا بنا وبيو سي حجي، قال لك يا حبذا لو يتم الاقتداء والسير بمثل ما مشت به اليوم المحكمة، ونرفع واحد كنرفعوا واحد الإشارة لوزارة العدل. الحمد لله كاين رأس حقوقي محترم ينصت، كنقول لهم أنا الأوان، راه القرار الاستئناف الرشيدية راه ما كيطبقش على الرشيدية فقط، راه اجتهاد قضائي. أنا الأوان لأن ترفعوا الكاميرات عن جميع المحاكم، وهذه وكنشدوا حتى السلطة القضائية، لأن كاين علاقة في إطار التنسيق بيننا وبين وزارة العدل. أنا الأوان لرفع الكاميرات، لأنها غير مشروعة وكتخرق المادة 303. يرفعوا الكاميرات ويخدموا مكبر الصوت، ويخدموا حتى مكبر الصوت، ويكون مكبر الصوت، لأنه كما قال أستاذ حجي، راه وجود كاميرات مثبتة بالمحكمة خارج القانون فيه إشارة خطيرة للعصب استقلال القضاء، فيه إشارة خطيرة للتعليمات. ونعتقد أن الآن الأوان للقطع مع هذه الأمور، وإعطاء ذاك النفس الإيجابي اللي جاء مع استقلال السلطة القضائية، ومع تنصيب صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله للمجلس على السلطة القضائية.